بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ونحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة من رحاب مسجد النصر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. هذه البقعة المباركة الطيبة، أرض سيناء الحبيبة، أرض الديانات، أرض الحضارات، أرض النبوة، هذه الأرض المباركة التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إنها سيناء الأرض المباركة، أعز وأغلى أرض على قلب كل مصري. أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة، هذا اليوم الطيب المبارك الذي هو خير الأيام. أدعو الله عز وجل أن يجعله يوم خير وبركة وأمن وأمان وسلام على مصرنا الحبيبة، اللهم آمين. والتي ننقلها لكم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة والإذاعات، وينقلها لكم عبر أثير الإذاعة الزميلان الدكتور أحمد القاضي والزميل محمد حمادة عطية. مشاهدينا الكرام، سيناء هذه الأرض الطيبة المباركة تحتفي وتحتفل هذه الأيام، وتحتفي وتحتفل مصر كلها بذكرى تحرير سيناء، هذه الذكرى العزيزة الغالية على قلب كل مصري. في هذه الأيام أيضا تحتفي وتحتفل محافظة شمال سيناء بعيدها القومي 41، والذي يوافق ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل عام 1982. هذه الأرض الطيبة المباركة التي أدعو الله عز وجل أن يشملها دوما بعفوه وفضله وأمنه وأمانه يا رب العالمين. وبهذه المناسبة الطيبة وبارك وأهنئ لشعب مصر العظيم أعياد تحرير سيناء وهذا العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، وأقدم التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي نشرت الأمن والأمان في ربوع سيناء كلها، وهذا ما لمسناه بأنفسنا في هذه الآونة من تطور وأمن وأمان وسلام. أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأقدم التحية أيضا لأبناء محافظة شمال سيناء ولقبائلنا العربية الذين قدموا أنفسهم فداء للوطن. أدعو الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، اللهم أمين يا رب العالمين. ويحضر هذا اللقاء الطيب المبارك السادة فضيلة أو سيادة الأستاذ الدكتور السيد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والسيد اللواء هشام الخولي نائب السيد المحافظ، والأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والسيد اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن محافظة شمال سيناء ومساعد وزير الداخلية. أيضا يحضر هذا اللقاء فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف نائبا عن السيد وزير الأوقاف، وسيادة العميد أسامة الغندور السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، والأستاذ عبد العال البدري السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ، وأيضا معنا العميد وائل محمد عبد القادر المستشار العسكري، والعميد أركان حرب هشام المصري قائد قوات تأمين شمال سيناء، وعدد من أبناء محافظة شمال سيناء ومن أوقاف محافظة شمال سيناء. وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا إذا
فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
المفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قل ما عند الله خير قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن في مستهل نقلنا لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة المباركة من رحاب مسجد النصر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. مشاهدينا الكرام، وحسب التوقيت المحلي لمدينة الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله